رامي احكي مليح. هذا البرنامج برعاية رامي. مهما طريق مباري مهما تصعب لباطي مهما عيد جامي ثبت لبرا نحبك ديما تكون باطي البيت جامي تراطي باسمك يبريل فوق في السماء جي في لا روسا بيبي لا حاب تكون في الطاب مهما وشي قبلك كون ريدي كمل عندك دير ستوب اختم ديما نهار وليل جي مهما الليل مع نهار حابك تمشي في طرف الابطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار نحبك تطلع لقار بعد اختح بكونترا طاقت الهاطاك نطيحها في الارض جي من الديبار حبك تبقى تكون باطي باغ تربح لبطاي في لوسان جي كلا فيك دوار مهما تباطي بالبيت جامي تراطي باسمك يبريل فوق في السمار. مساء الخير مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم دائما في تقديم برنامج درب الابطال اللي طلع عليكم في كل اسبوع باش نتكلموا لكم عن الرياضه الجزائريه، وكذلك باش نتكلموا على الرياضيين ديالنا واللي ساكريفيس اللي راهم يديروا فيهم باش يشرفوا الرايه الوطنيه. مشاهدينا الكرام، بدون تلا راح نكتشفوا اول فقره الخاصه بعد اليوم والمتمثله في رياضه العاب القوى اختصاص 3000 متر موانع. تابعوا معايا. إنها من أكثر منافسات ألعاب القوى إثارة سباقات العدو وتحديداً سباقات المسافات المتوسطة 1500 و3000 متر موانع. جرت العادة في هذه السباقات أن يكون هناك نوعان من العوائق الإضافية التي تستهدف اختبار لياقة العداء، وهي الموانع المائية والحواجز المتعارف عليها في باقي السباقات القصيرة، إذ يجبر العداؤون في سباقات الموانع على الوثب فوق حواجز ارتفاعها 91 سنتيمتراً 28 مرة، وهي حواجز قوية وأكثر ثباتاً من المستخدمة في سباقات الحواجز العادية. كما يجب عليهم أن يعبروا 7 مواثب مائية مربعة الشكل مملوءة بالماء، يبلغ طول ضلعها حوالي 3 أمتار ونصف المتر، ويصل عمقها إلى نحو 70 سنتيمتراً. على العداي أن يتجنب عقبة الحاجز ثم الموثب المائي من خلال محاولة الهبوط في نهايته، وذلك عند الطرف الضحل، وبعدها يتدرج لأعلى ليصل إلى مستوى المدمار ويحاول إكمال السباق بالتركيز على سرعته للدخول في المراكز الأولى. كان هذا هو اختصاص اليوم اللي هو 3000 متر موانع، وكي نقولوا 3000 متر موانع نقولوا علي مسعودي اللي راه حاضر برنامج دابا الافطار. واش راك حمزه؟ لاباس صافا؟ لاباس بخير الحمد لله طريبيا. قلهم باش تلاقينا بيك وباش قدرنا نخدموا معاك ونتورنيو معاك شحال بزاف، يعني نقدروا نقولوا ما كانتش كاتبه، مي الحمد لله كتبت اليوم، وهذا شرف ليا رانا حاضرين في هذا اليوم. سمح لنا نروحوا نشوفوا الباركور ديالك. بيان سور، هذا شرف ليا انهم المتفرجين تاعنا يعرفوا عليا ونتعرفوا كاع واش درت واش ما درتش في العالم. باش نتعرفوا اكثر واكثر على الضيف تاع اليوم، ما عليكم غير تشوفوا هذا الفيديو. إنه ممثل جيل صاعد للعدائين الجزائريين في المنافسات المتوسطة، علي مسعودي الذي يبرز اسمه يوما بعد يوم وبقوة في منافسات ألعاب القوى وعبر العالم. مشوار كبير للشاب الصغير النشط في صفوف نادي الشباب الرياضي نصير نونو بالوزاد، نعود إليه من الماضي القريب من 2014 التي سافر فيها البطل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة العالم أواسط، منافسات تمكن فيها من بلوغ نهائي سباق 3000 متر موانع. 2016 كانت سنة الإنجازات الهامة لمسعودي، ابتدأها العداء الواعد بتحقيق الوقت الأدنى المؤهل لبطولة البحر الأبيض المتوسط في تجمع ليون الدولي، ليتمكن بعدها من حيازة اللقب المتوسطي في اختصاصه 3000 متر موانع، ويعود من تونس بالذهب للجزائر. في ذات السنة أيضا تمكن كذلك من تحقيق الحد الأدنى المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو في سباق 3000 متر موانع بميدان ألعاب القوى بالمركز الأولمبي محمد بوضياف الجزائر العاصمة، بعد أن سجل زمنا قدره 8 دقائق
دقائق وثلاثون ثانية. العداء وصل إلى ريو وحمل راية الجزائر، لكن التجربة خانته تلك المرة وغادر البرازيل من الدور الأول. مطلع 2017 شارك مسعودي في بطولة فرنسا للعدو الريفية التي احتضنت وقائعها مدينة غالميه، وعاد منها بمركز ثالث وميدالية برونزية. ذات المركز والميدالية عاد بها أيضا صيف ذات العام من الألعاب الجامعية الصيفية في طبعتها 29، إذ نجح في صعود منصة تتويج سباق 3000 متر موانع دائما وبتوقيت قدره 8:37.17 جزءا من المئة. هي فقط بعض المحطات الهامة من الماضي القريب لمسعودي، والقادم بالتأكيد أفضل فأفضل. رانا تعرفنا على الضيف تاعنا في هذا الفيتير اللي الله يبارك عدة ألقاب، إن شاء الله اللي نتمنى إن شاء الله 2020 تكون حاضر في ألعاب أولمبية. إن شاء الله، إن شاء الله أكون حاضر ونحرز ميدالية إن شاء الله. ميدالية ماكش شو بيرك مغرور شوية؟ لا لا، ثقة في النفس برك، يعني ثقة في النفس، يعني لازم دير أوبجيكتيف، النقطة اللي حاب توصلها لازم ديرها في بالك، وأنا النقطة اللي ديرها باش تحصل ميدالية في 2020 باسكو شاركت في 2016 وعرفت قيمة وعرفت. احكي لي المشاركة تاعك 2016، أنت صغير و2016 كان في عمرك 20 سنة وشاركت ألعاب أولمبية وتلاقيت مع العمالقة تاع الرياضة، يعني اختصاص يعني 3000 متر موانع، يعني كيفاش حسيت؟ شوف كيراك فكرتني برك، شوف الحمية يعني تشوك، يعني مام بس ما جت يوجي، يعني المشاركة تاع 2016 يعني مشاركة ما تعوضش، حتى كون فوز بميدالية يعني المشاركة تاع 2016 كانت فرحة كبيرة، يعني حتى باش تأهلت هنا، يعني عملت المينيما والرقم تأهل هنايا ووحدي، يعني ما كانش حتى منافس، يعني عملتها بالحماس هذا، كنت حاب نروح للجزيرة الأولمبيك. وبعد لحقت النصف النهائي. روحت النصف النهائي. ايش صرا في النصف النهائي؟ النصف النهائي المشكل اللي كان عندي ما كانش معايا لونترينور، يعني بقينا شهر وخمس ايام هكاك وانا بلا لونترينور، يعني كان صعيب عليا شويه، وراك تعرف في الجزيرة الأولمبيك وانا كنت اول مره اشارك فيها صعيبه بزاف، يعني بلا تكون بلا لونترينور في هذاك اللاج وما عندكش خبره، يعني تلعب دور كبير، المدرب يلعب دور كبير. قلت لي كنت فرحان لانه توفيق مخلوف في البطل الاولمبي تاعنا، بالمناسبه نحييه، كنت نخلي لك كتب لك واحد الحاجه، قلت لك قريتها زدت فيها النص، واش كتب لك توفيق؟ عطاني احنا لابوان الحذاء اللي يجري به. اه؟ عيط لي قال لي درنا شويه، كنا ندور انا وياه شويه يحكي لي فاهم فيا، يعني جاب لي بوانتا قال لي هاك كتب لي فيها، يعني الى اخي علي مسعودي بطل المستقبل، وسيناني لا دات ولا سيناتور تاعو، ان شاء الله تكون بطل يعني المستقبل. منه صافي من هو حفزني، يعني كتب لي هذيك شو راه عطاني ثقه في النفس، يعني باش يعني على باب لي في المستقبل كمل وحفزك، وانت كمل حفزي بيان سير. دوكا نذكروا مشاهدينا وحتى الان مازال يحفز فيه. خلينا نظلم عليك شويه، خلينا نظلم عليك بلي علي مسعودي كان شارك في الالعاب العالميه تحصل على المرتبه الثالثه جونيور، ميداليه هذيك قلت لي بكيت علاه؟ يعني اللي بكيت منها باسكو كانت اول ميداليه ليا عالميه، ومنها كانوا قلت لك كان في العام هذاك مرضت، يعني كانوا بزاف صاري لي بزاف حوايج، يعني متحمس لازم نجيب حاجه باش ننسي كاع واش صرا لي هذاك العام، يعني كي ربحت يعني
فرحة يعني شغل بهذيك الميدالية نسيتني في المشاكل، نسيتني في المرض اللي مرت به، نسيتني في الناس بزاف. بوس فاير فقط كيما بوس فاير. انت وقتاش مشيت 3000 متر موانع؟ دوك هنا نقول لك كيفاش مشيت 3000 متر موانع. الكومبيتيشن الاولى تاعي كنا كادي جد 2000 متر ستيب، كادي جد 2000 متر ستيب، يعني 2000 متر موانع. شاركت الكومبيتيشن الاولى درت مينيما مغربا العاب المغربيه ما كونفيرمي بلي انت الكومبيتيشن الاولى جي لونطونيو تاعي الشغل دار فيها ثقه بلي انا 3 ستيب. بس كان كاين معايا اتلات يوسف بالقدام كان مليح في هذاك لاش، كان في مليح في الميسان كل يوسف بصح كان قديم عليا شويه كان مليح، وكي دخل جري معايا ستيب يعني كنت خير منه، صافي دار فيا كونفيونس بلي قادر نجري في ستيب. مع دا دي بليسي دي شيرور لي شيرور راح ديريكت بريمير اني جونيور، بريمير اني جونيور زاد درت مينيما شوبيونا دي مون وفي شوبيون داجيري. عامني موراها كانت كاينه شوبيونا دي، وشوف سبحان الله كاين واحد لاتيت قال لي كاينه شوبيونا دي مون جونيور، وكاين كاين واحد لي زاتيت 3 زاتيت مليح في ستيب، بلا زغدودي دوسان فيصال كانوا كاينين يعني باش تكون قالك صعيبه. قلت له انا نروح نشارك باش تكون عام ونص لعامين باش تروح تشارك بطولة العالم باللي كان الحمد لله خدم ودرت ميدالية وشوف وجتني بليسير شهرين انا حابس وهكاك وعاودت وليت درت انا الاول اللي درت مينيما شامبيون ديمون درت شامبيون عرب درت شامبيون عرب ابي رحت بطولة موراها درت دوزيام ريكور داجيري 843 وكنت تما كان كنت 9 بيرفورمانس مونديال. علي انت وين راك درك مع منك تحضر واش من الفريق راك فيه؟ لوك الان غيرت الفريق رحت للنادي البترولي، نادي البترولي باسكو هو افضل فريق في الجزائر يعني إيه نحبوا نكرو مجمع البترولي هو نحبوا له هو ام الرياضيين عنده امكانيات كثيره مام حتى كي تنجح يزيد يعطيك امكانيات يعني رحت ليه لنظر للبعيد يعني غيرت الفريق. تمر انت دوك حاب تقول لي باللي ما زلت مصر في راسك باللي ان شاء الله 2020 راح تجيب لنا ميدالي ان شاء الله يعني هذه راه في راسي يعني حتى انسان يقدر يغيرها لي باسكو يا خواتك صحة. انا نقول لك اليوم شفت تحضيرات تقوم بهم كاع اليوم انا نبين لك عثماني حمزه احنا توجور في درب الابطال عندنا انديفي نديروه مقدم برنامج مع الرياضي اللي يكون حاضر معنا نديروا معه انديفي وان شاء الله في السبور ديالك وين تديت ميداليه وين كنت شامبيون اليوم احنا نربحك. مازال ماذا بيا نلقى واحد دوكا سي بون قابل بيان سور مش هذاك التحدي. خلينا نقول لهم اللي راح نتلاقاو روح برك في الستاد ونحن نجري انا وياه ودعوا لي ان شاء الله نفوز عليه. نتلاقاو بعد قليل في الستاد. راني ريكيبيريت راني بيان. قول لي نتايا كيفاش راك دير تنطريني صباح وعشيه؟ كيفاش راك تريكيبيري؟ كيفاش راك تنطريني؟ كيفاش راك تروبوزي؟ كيفاش راك ترقد؟ يعني شويه صعيبه واش قصدت انك شويه صعيبه باسكو راني مقسم وقتي راني يعني التدريبات تاعي تاع الصباح تلحق حتى 3 سوايع من بعد نكمل جويت 12 ونص نفطر لاسيس ما تكفيني شويه من سيستي كاش 40 مينوت 30 مينوت تعمت زوج ونص ولا ثلاثة ونص ابري نصلي ونهبط لونطرينمون تاعي دوزيام كمل من 4 ونص كمل جيت 7 صافي الوقت راه كل يوم شو اليومات يفوتوا عليا بالخف كل يوم هكايا تعرف بيك
الله يكون يفوت واكا كل يوم بخاف. سمعنا عليك بلك انك انت غيرت مدرب ولجيت الى مدرب اجنبي. يعني الفرصه جت. قل لي صارحني قل لي علاه. الصراحه باسكو نحب قلت لك صراحه باش توصل للمستوى العالي يعني لازم تكون في يد تاع واحد ولا جروب ولا تاع مستوى عالي. فهمني باسكو ما تقدرش تدرب وحدك باسكو لي طومب. كل ما تحب توصل لحاجه لازم التدريب تاعك يكون حق الحاجه هذه. يعني انت حاليا كيفاش تتعامل مع المدرب ديالك؟ حاليا في هذا الوقت نتعامل معاها مكالمه هاتفيه. يعني مكالمات هاتفيه وكاين ناس يقشوا كاين ناس تعرف شيء واقفين معايا من ناحيه التدريبات على بالي كاين بزاف ناس عاونوك باش لحقت هذا المستوى. على بالي كاين الوالدين اللي مدولك نقولوا فوق ما تستاهل باش تكون الله يبارك باطل انسان مربي انسان خالق. كاميرا برنامج درب الابطال قدامك دبر راسك فرغ قلبك قول واش راك حاب. نقولوا شني حاب الاولى نبدا بالشكر نحمد ربي الاولى نشكر ربي اللي عطاني هذه الموهبه. وحاجه ثانيه نشكر والديا اللي رباوني على هذه التربيه اللي يعني خلاتني نتقدم يعني في هذه الرياضه وحتى مع الغاشي مع كل المسؤولين يعني الحمد لله. وانا نبرهن لهم باللي خلاو راجل ما خلاوش معنا باسكو عندي ملي ديت الالعاب بالقوى يعني 6 سنين و7 سنين ما نريحش في العام نريح اشهر يعني نقول لهم خليتو راجل الحمد لله. حاجة ثالثة نشكر المدرب تاعي اللي لحقت معه المستوى يعني لحقت معه المستوى العالمي وخلاني نزيد نروح بعيد الحمد لله. ونشكر الناس اللي تربيت معاهم يعني في صغري ونشكرهم بزاف ونحييهم وهم على بالهم شكون. ونشكر ثانيك ثانوية رياضية تاع دراريا يعني قريت فيها 3 سنوات يعني عشت فيها ثانيك بأيام شابين بزاف. ونشكر كاع اللي يعرفوا ونشكر الشعب الجزائري بيان سير وان شاء الله نقول الشعب الجزائري ان شاء الله ان نفرحكم يعني في الايام اللي جايين الاعوام اللي جايين ان شاء الله. باسكو انا كنت كيما هما يعني كي نشوف واحد رباح هذيك الذبيح هذيك الفرحه شامبيون ان شاء الله نفرحهم كيما بالتوفيق بارك الله فيك ربي يكمل لك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربي يحفظ لك ويديك بزاف. مشاهدينا الكرام نقول لكم لحقنا لنهاية البرنامج مع اللي نقول لكم بقى على خير انتظرنا الاسبوع القادم مع رياضه واحده اخرى وبطل كالعاده في برنامج درب الابطال. انت وحتى انت تقدروا تكونوا هكذا. ما تنساوش اي رياضي حابين تشوفوه في البرنامج ديالنا ما عليكم غير ترسلونا عبر صفحه الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشه كذلك ابوني فلاشين يوتيوب تاعنا باش يلحقكم الجديد تاع الرياضيين ديالنا وتشوفوا لي زيميسيون اللي فاتوا ولا لي زانفيتي اللي راهم جايين. معلي غير نقول لكم بقى على خير ان شاء الله تكونوا فوتوا معنا وقت شباب بقى على خير. من تصعب لباطي ما معيد جامي ثبت لي براو نحبك ديما تكون باطي البيت جامي تراطي بس ما كبري الفوق في السماء جاي في لارسة بيبي لا حاب تكون في الطاق مهما وشي قبلكم ريدي كمل عندك دير الطاق اخدم ديما نهار وليل جاي ما من ليلة مع نهار حابك تمشي في درب الابطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار. رامي احكي مليح. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.